جزاء ما جزاء المؤمن؟ جزاء المؤمن الجنة، وما جزاء الكافرين يوم القيامة؟ جزاءهم نار جهنم خالدين فيها. اليوم الآخر عدة أسماء، أذكر بعضا منها: يوم الآخر، ويوم القيامة، ويوم الساعة، ويوم الدين، ويوم البعث، وغيرها من الأسماء. أيضا خذينا الحديث الشريف اللي هو الحث على التقوى والعمل والخلق الحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة حسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي دا حاجة مش كويسة في سعيدية بعدها حاجة كويسة باش يمسح الذنب اللي دا والحاجة المش كويسة اللي دا، وخالق الناس بخلق حسن يعني عاملهم عمل كويس. قال لي: ما المقصود بقول الله اتق الله؟ يعني اخشى الله في السر والعلن. اذكر بعض الاعمال التي تكفر السيئات. باش نكفر عن سيئاتنا لازم نكتب من الحسنات والعمل الصالح والصدقات، اداء الطاعات ومعاملة الناس. شن هي فوائد حسن الخلق؟ انك تحصل رضا الله وتخش الجنة وحب الناس واحترامهم. اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات: الصلاة، الوضوء. قالك شن هما الاعمال التي تكفر الذنوب؟ الصلاة، الوضوء، الذهاب إلى المساجد، الصوم، الحج، فعل الخير للناس، كل الأعمال السابقة، كل الأعمال السابقة. لدينا أيضا سورة الطارق، وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالسماء ذات رجع والأرض ذات الصدع، وأقسم بعدة أشياء وتكلم على